مساء الخير أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني. بداية طبعا بنبدأ كالعادة في زمن الكورونا بندعي ربنا إن هو يزيل الوباء والابتلاء من الدنيا كلها ويعم الخير على كافة أرجاء الكون، وأن يرحم شهداء الكورونا وأن يتم شفاء كافة المصابين بالكورونا. وطبعا مش هننسى شهداء الجيش الابيض والجيش البني وشهداء الشرطه اللي كانوا بيكافحوا برضو مرض الكورونا او بيكافحوا الارهاب، ندعي لهم برضو بكل رحمه وان ربنا يتغمدهم برحمته ويجعلهم من الشهداء. دول اللي كانوا بيدافعوا علينا في الصفوف الاولى، الناس دي الجيش الابيض والانواع الجيوش الاخرى اللي انا ذكرتها كانوا واقفين بيضحوا بارواحهم من اجل حمايتنا، من اجل ان هم يضحوا بارواحهم علشان احنا نعيش. فلازم نتغمد هؤلاء الشهداء بالرحمه، وكمان بنقول لاولاد الشهداء احنا عمرنا ما هننساكم وعمرنا ما هننسى ان والدك ضحى من اجل هذا الوطن، مش هننسى ابن الشهيد طبعا تحت اي ظرف واسره الشهداء. وان شاء الله باذن الله احنا هيكون لنا لقاءات النهارده مع قامات عظيمة جدا تجسد هذا الإحساس اللي أنا بحسه معاكم، أن أولاد الشهداء لازم الدولة تراعيهم، وده فعلا اتجاه الدولة أن هي تراعي أولاد الشهداء. وعايزين برضو نقول أن لا شك أن فخر العرب وفخر الأمة الإسلامية والعربية عبد الفتاح السيسي قدم لنا المثل الأعلى والمثل الأكبر في التضحية والفداء من أجل هذا الوطن ومحاربة أهل الشر. إحنا من برنامجنا بنأدي تحية لقائدنا العظيم الرئيس الأب الإنسان، أنا بحب دايما أقول عليه الأب الإنسان، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي جعل من مصر حائط صد ضد كل المؤامرات التي تحيط مش بس بمصر ولا بالمنطقة العربية، قد تكون مش هكون مبالغ بالأمة الإسلامية جميعا. تحية لقائدنا العظيم، كلنا خلفك يا سيادة الرئيس، انت اللي قدمت لنا مثال عظيم للتضحية والفداء من أجل هذا الوطن، وكلنا شهداء خلف قيادة الزعيم الرئيس السيسي، كلنا فداك يا سيادة الرئيس، وانت كنا القوة وانت كنت لنا القدوة. يعني احنا النهاردة حلقتنا كلها لواءات شرطة، احنا عايزين نشوف ضابط الشرطة عن قرب. ضابط الشرطة هل هو الانسان اللي احنا بنشوفه كده في الشارع وبينظم المرور او بيكافح الجريمة؟ هل هو الشخص المتجهم اللي احنا بناخد عنه صورة اللي هو متجهم وحازم وبيعامل الناس ببعض شوية الخشونة؟ هل هو دي حقيقة الضابط، ولا احنا اللي مقصرين في حق ضباط الشرطة ان احنا مش قادرين نوصل صورة ضباط الشرطة للمجتمع والاعلام؟ قد يكون، وانا من ضمن هؤلاء المقصرين، ان احنا ما قربناش من ضابط الشرطة. هل هو ضابط الشرطة متجهم على طول، ولا هو ضابط الشرطة انسان طبيعي بيغضب وبيفرح وبيعيش تحت ضغوط؟ طيب المواطن المصري دي مشاكل كتيرة قوي مع ضابط الشرطة، لأنه بيتعامل كل يوم الشرطة عارفين إن هي متداخلة في كل شيء. المواطن ساعة ما بيصحى من النوم بيخرج شغله بيتعامل مع الشرطة في المرور، بيتعامل في الشرطة في أي مصلحة حكومية، الشرطة بتحمي أي مكان أو أي منشأة، الشرطة بتكافح الجريمة، لكن مفيش حد قدر يوصل لضابط الشرطة الإنسان عشان نتكلم عنه. النهاردة بيسعدنا ان احنا بنستضيف احد قامات وزارة الداخلية، لواء كان على المعاش ومازال محاضر في كلية الشرطة. انا يعني استغليت وجود سيادة اللواء يكون معايا عشان اكلمه عن الضابط الانسان والضابط اللي كان شغال مساعد مدير امن القاهرة سابقا، لان الامن العام هو الاحتكاك الاساسي بين المواطن وبين الجمهور. وانا شايف ان في بعض الناس بتاخد على ضابط الشرطه بعض الملحوظات. عايزين الاول نتعرف على
ضيفنا الكريم ونقول بعض شكاوي المواطنين اللي بيعانيها من خلال تعامله مع ضباط الشرطة، وعايزين نشوف ايه الصح وايه الغلط. ومعانا سيادة اللواء سيد سعد مساعد مدير امن القاهره سابقا والمحاضر بكليه الشرطه، شرفتنا يا فندم. ربنا يخليك لك والف شكر، وانا سعيد بتواجدي مع حضرتك، واتمنى ان المشاهد يسعد باللقاء اللي هيتم بينا. احنا هنكون مع بعض في حوار جدلي، لان انا هنا صوت الجمهور، صوت الناس، انا لازم اوصل صوتي، مش صوتي انا، صوت الجمهور لحضرتك. اولا عايزين نتعرف على مين هو اللواء سيد سعد. أنا حضرتك اتخرجت سنة 77 واشتغلت في مديرية أمن القاهرة من ملازم لغاية ما طلعت معاش لواء. ما خرجتش إلا الثلاث سنين بس بتوع فترة الصعيد، وكانوا في مركز بني مزار في المنيا، وكانت من فترة في منتهى الجمال. لكن قعدت 15 سنة في مباحث القاهرة، وبعد كده نزلت على نائب مأمور فمأمور فمساعد فرقة فمساعد مدير أمن في مديرية أمن القاهرة. وطبعا مديرية أمن القاهرة دي يعني بتعتبر أكبر مدرسة بالنسبة لضابط الشرطة، لأن القاهرة طبعا حضرتك عارف فيها متوشة الكورة، فيها خدمات الترحيلات، فيها تشريفات. فيها متوشة كورة برضو يعني. معلش بس بالذات القاهرة فيها تشريفات سيد رئيس الجمهورية، الضيوف اللي بيجوا من بره، واخد بال حضرتك، المنشآت الحيوية العامة اللي فيها كل الوزارات. فمديرية أمن القاهرة بتعتبر مدرسة لأي ضابط بيشتغل فيها، وبيتعلم منها كل حاجة، وبيقدر يبقى قيادة ناجحة لأنها مديرية شاملة. أنا هاخد منك بقى كلمة مدرسة دي يا سيادة اللواء، وأقول لحضرتك باعتبارك أنت خريج مدرسة مديرية أمن القاهرة وعشت في القاهرة، أنت عارف طبعا علاقة المواطن بالشرطة بغض النظر عن الأحداث السياسية، يعني مش هنتكلم عن الأحداث السياسية دلوقتي لكن هنيجي لها، لكن عايزين نقول إيه ممكن الفجوة اللي بين المواطن وضابط الشرطة؟ هل هي موجودة؟ هل في مشاكل بين ضابط الشرطة والمواطن؟ هو مش قصة في مشاكل، هو النهاردة المواطن داخل القسم، فالمواطن هو داخل القسم عايز خدمة تؤديله، يعني عايز الخدمة تؤديله. هنا النهاردة برضك المواطن بيبقى مستعجل، أو عايز بسرعة، أو عايز بيجي بيبقى عايز يتبله المشكو في حقه في ثواني، يعني هو داخل القسم وعارف إن بيقول لك أنا بشتكي فلان، فهو حاطط في دماغه إنك في ظرف 5 دقايق أو 10 دقايق هتبعت تجيب المواطن. هو مش الشرطه برضه في خدمه الشعب يا سياده اللواء زي ما بيقولوا، ولا هو عناوينه بس؟ لا ما احنا ما اختلفناش، ما النهارده حضرتك انت الاول هتخش تعمل محضر، لازم تعمل محضر، وبناء على هذا المحضر انا هبعت اجيب المشكو في حقه، واخد بال حضرتك، وبعد كده في اجراءات، بعد كده هيجي روح النيابه، بعد ما النيابه بعد كده هينزل المحكمه وهياخد حكم. اذا الموضوع عايز وقت، يعني هو ما عايز وقت ان انا بعمل لك اجراءاتك، خد بال حضرتك، غير لو انت داخل تعمل بطاقه او داخل تعمل جواز سفر، مش هياخد 10 دقائق واخد بالك، او 5 دقائق او ربع ساعه. لكن انا لكن سيادة محضر اللواء، لا سيادة اللواء انا يعني شايف ان في بعض التحفظات على معامله بعض افراد الشرطه، انا مش بقول كلهم، انا اجزم ان هناك في جهاز الشرطه ملائكه تمشي على الارض، وانا قلت قبل كده في حلقات كتيره واديت امثله وتحديت ان حد يعني يجادلني في هذا الكلام، لكن في شكوى ان في بعض التجاوزات من بعض افراد الشرطه ضد المواطن. هل هي نتيجه الضغط اللي موكول على افراد الشرطه، ولا هل الخطا مشترك بين المواطن وبين هو برضك؟ انا عاوز بالنسبه للتجاوزات حضرتك لازم تراعي ان في ناس برضك ما عندهاش القدره على السيطره على نفسها، او لازم بيحصل تجاوز، بس التجاوز ده هل هو تجاوز شاذ او تجاوز كبير ولا تجاوز قليل؟ هي مش كل الضباط او مش كل الافراد متجاوزه، لا في نسبه بس نسبه يعني بتيجي تحسبها 1%، وده في اي مجتمع حضرتك، لو في مجتمع الهندسه، في مجتمع الطب، في مجتمع الصيدله، في الاساتذه الجامعه، في المدرس، لازم في نسبه، مش هتقدر توصل نسبه الكمال. لكن انا ببص للمنظومه يوم لما بقى عندي 95% من الضباط النهارده بتعامل المواطن معامله جيده وبتؤدي خدمه المواطن، فانا اعتبر في نجاح، يعتبر نجاح. وبعدين ما فيش وزير جه، ما فيش قياده جت في وزاره الداخليه الا ما الاساس عندها حسن معامله الجماهير، وحسن معامله الجماهير ده بيعود عليا انا كضابط. والامثله كتير، النهارده لما باجي المواطن بعامله كويس او بقدم له خدمه، على الاقل ان هو لما يبقى عنده معلومه
في واقعه معينه، في جريمه، في اي حاجه، واستشهد بيه. المواطن ده نفسه بيفيدني، بيقول لي المعلومه لانه بيحبني، لانه عارف ان هو جه انا خدمته قبل كده، فبيديني المعلومه. اذا هي العمليه متبادله ما بيني وبين المواطن، زي ما انا بدي له خدمه هو بيدي لي خدمه. لو عندي قضيه قتل او عندي قضيه سرقه، طب ما انا هجيب معلوماتي منين؟ ما من المواطنين، من جارك والراجل البقال اللي تحت حضرتك والراجل بتاع الجراج، البواب اللي عندك. لكن انا 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 عايز اقول ان في انطباع، انطباع من بعض فئات المجتمع ان في معامله سيئه في الاقسام او في تعامل وزاره الداخليه مع المواطنين. في ناس بتقول كده وفي انطباع بكده. ايه دور واستراتيجيه وزاره الداخليه ان هي تمحو هذا الانطباع؟ وهنستفيد في هذا، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هل في رقابه في وزاره الداخليه؟ طبعا في الإدارة العامة للتفتيش والرقابة، دي مهمتها إنها تنزل تفتش على الأقسام، تتابع عمل الضباط، تنزل على الخدمات تشوف الضباط منتظمة في الخدمة ولا لأ. في مفتشين داخلية بيجي، هو طبعا بيلبس ملكي، بيخش القسم ويقول له أنا صعب بطاقتي، أنا واحد ضربني، أنا اتنشلت في الأتوبيس. يعني هل الكلام ده بيحصل؟ والله بيحصل. الكلام ده الناس بتقول عليه أساطير. والله بيحصل، يعني مفتش الداخلية بيلبس جلابية أو زي ما قلنا بيحصل يعني كده، إن في بيحصل. حد بيتنكر ويقول أيوة للضابط انا مواطن عادي. وبيحصل وبيشوف النتيجه ايه وبيعمل محضر فعلا. طب ايه وبيمدي عليه على كده؟ انا ده موجود في موجود، ما هو موجود حضرتك لو ليك ضابط شرطه قريبك او امين شرطه، ماشي او امين شرطه قريبك او حتى فرد شرطه قريبك، اساله قول له مفتش داخليه ده بينزل فعلا ويتنكر ويخش ويعمل محضر ولا لا. وفي النهايه بعد ما بيشوف اجراءاتك ايه، اذا كنت كويس بيقدم لك الشكر وبيبعت لك ثناء، اذا كنت مقصر بتعمل لك تحقيق وبتسيل، بتروح تسيل في التفتيش وبتاخد جزا. طب انا عندي المعلومه عشان انا محتك بجهاز الشرطه وكل ضباط الشرطه وامناء الشرطه حبايبي واخواتي، لكن المواطن العادي ما يصدقش المعلومه دي اصلا. ليه حضرتك في كل مديريه في مفتش داخليه؟ لو حضرتك عندك شكوى ورحت المفتش الداخليه في المديريه وقلت له على اي شكوى انت عايزها، هيفتح محضر ويسال حضرتك، بس اسمه تحقيق اداري بقى مش محضر، هيروح النيابه، لا تحقيق اداري. وبعد كده بيجيب الضابط وبيساله وبيواجهه. لو الضابط مقصر بيجازيه، ما هو لازم يجازيه، واخد بال حضرتك؟ طب مصير الشكاوي دي ايه؟ يعني انا لما اقدم شكوى دلوقتي كمواطن، ضابط تجاوز معايا او فرد من افراد الشرطه تجاوز معايا عن حق، طبعا انتوا اكيد بتتاكدوا طبعا، المواطن يحس ان جاله حقه ازاي؟ ما هو انت عندك الوقت، انت لو رحت التفتيش في اي مفتش داخليه في اي مديريه بيسالك وبيبعت يجيب الضابط، وفي حاجه اسمها تحريات اداره البحث الجنائي، بينزل ضباط اصلا موجوده في المديريه قصه التحريات دي، بينزل يشوف صحه الواقعه الكلام مظبوط ولا مش مظبوط، ويتعدم مفتش الداخليه. نفترض ان الوقت موضوع فيه تجاوز كده يستحق ان نروح النيابه العامه، هيتحول للنيابه العامه، مفيش، والموضوع كله اداري، هياخد جزاء اداري وجزاء رادع، والجزاء ده بيأثر في الضابط مش ما بيأثرش فيه، لانك انت النهارده لما بتيجي تتقيم في رتب معينه من عقيد لغايه اللي هو ان شاء الله، ما بيبص للدوسيه بتاعك ويشوف جزاءاتك وجزاءاتك دي ليه. احنا هنخرج بالاكشن اللي حضرتك عملته النهارده دوت، وهنهدي الجو شويه، وهنسمع دلوقتي ونلتقي دلوقتي باحد ملائكه الداخليه معانا، اللواء ايمن جوده. بنرحب بيك سياده اللواء. ارجوك وطي التلفزيون يا سياده اللواء واسمعني بالتليفون لو تكرم. لا واطي خالص. بنرحب بيك يا سياده اللواء ومنورنا ومشرفنا. وحلقتنا النهارده عن ان احنا بندي الصوره الحقيقيه لضابط الشرطه. اللي ما يعرفش سياده اللواء ايمن جوده هو شاعر، وشاعر كبير قوي، وانا من محبينه ومعجبينه، وكان شغال برضه في الامن العام، يعني ضابط شرطه بيلبس ميري وبيتعامل مع المجرمين وبيتعامل مع الضباط، وكان يعني الناس كلها تشهد بيه وبتشهد باخلاقه وباحترامه، ويكفي ان هو شاعر عظيم. ايمن بيه اتفضل. عايزين نسال حضرتك، في انطباع كده من المواطن ان ضابط الشرطه يعني متجهم ومتحافظ مع المواطن، هل ده انطباع حقيقي يعني للمواطن، ولا في المشكله ايه؟ لا وحضرتك، هو يعني نتفق في الاول ان ضابط الشرطه هو انسان وهو مصري، وهو حضرتك بيعمل في مهنه بالذات في بعض الاماكن اللي هي في الامن العام،
وما هو مباحث بصفه عامه، ما هو امن عام بصفه عامه، هي مهن عصيبه جدا وشديده الضغط. دي اولا. هذه المهنه بتتطلب المواءمه بين انك انت تتعامل مع المواطن بطريقه محترمه، وانك انت برضو بتخفف الضغوط، واخد بال حضرتك، عن نفسك وعن الناس. ولازم نؤمن بحاجه مهمه يا استاذ ايمن، ان الموروث الثقافي او العلاقه اللي بين الشرطه وبين المجتمع هي ثقافه شعب في الاول وفي الاخر. ويفهمها كويس جدا الناس اللي اشتغلت في القاهره واشتغلت في الوجه البحري واشتغلت في الصعيد. الثلاث مناطق دول يمكن الموروث الثقافي والصوره الذهنيه للمواطن عن جهاز الشرطه وخبراته وتجاربه السابقه معاهم بتختلف من منطقه لمنطقه. احنا اشتغلنا في الثلاث مناطق. القاهره لها طابع خاص زي سيادتي اللي هو ما بيقول، انا بتابع مع حضرتك. شرفت يا فندم. اوضح بس لحضرتك حاجه مهمه بالنسبه لنقطه التفتيش دي. ان كل مديريه امن لها مفتشين داخليه معروفين لساده الضباط. اصل حضرتك بتقول بيخش يتنكر ازاي وبتاع، لا، هو اللي بيحصل ان التفتيش بيعمل خطه بيبدل بين مديريات الامن، مفيش داخليه القاهره يروح اسكندريه يروح القليوبيه، هو مش معروف تماما للجهه دي، واخد بال حضرتك، حتى لو ما تنكرش. انما هو مفيش داخليه في القاهره، كل جهه عارفه مفيش داخليه بتاعها. لو راح بيغير المكان بيروح مديريه ثانيه وبيعمل البلاغ ده وبيخش فعلا للاسم وبيقدم كمواطن عادي على انه اتسرق، على انه بيطلب اي خدمه. لا، فعلا بيحصل يا استاذ ايمن، وده على فكره من خطه عمل التفتيش السنويه. ده مش اختياريه على فكره. يعني ديت المفتشين الداخليه دي من خطه عملهم بالنسبه لنظام عمل التفتيش، انه بيبدل بين المحافظات عشان يروح اماكن مش معروفه شكلا ويعمل البلاغ اللي هو عايزه. بس يا سياده اللواء، مع احترامي لحضرتك، انا لما بكون في اسم او بكون في مكان فيه شرطي وبيجي رتبه كبيره بسمع انتباه، وكل الناس بيبقى عارفه ان في رتبه كبيره جايه. تمام. طيب يعني حضرتك يتوافق كلام حضرتك ده ازاي مع اللي حضرتك بتقوله؟ ما هو حضرتك دلوقتي انا بقول لحضرتك، بس بعقب على نقطه تبديل مفتشين الداخليه المش معروفين، مش معروفين للمديريه، بيخش مديريه ثانيه، هو اكيد العسكري اللي على الباب ما يعرفوش، الخدمه ما تعرفوش، فلا حد بيعمل انتباه ولا حد، فهو بياخد بقى ايه؟ بياخد كاميرا التصوير من اول الباب لحد ما يتقابل مع المأمور. وبيتعمد احيانا، ويمكن سياده اللي هو عارف، ان هو يلح في طلبه مثلا في نبطشيه الاسم، لو حد قال له استنى شويه يا استاذ، لا انا متاخر وعايز امشي، بيتعمد ايه زي ما تقول، مش عايز اقول استفزاز، ولكن بيتعمد يسيرهم شويه عشان يشوف ردود افعالهم مع المواطن لو هو عصبي شويه حتى. طب الصوره دي انا متاكد منها، رغم ان انا بحاول اجادل معاك لاني بتكلم باسم المواطن. ليه الصوره دي مش منقوله للمواطن ان في رقابه من وزاره الداخليه، والكلمه اللي بسمعها في الشارع على طول هي في حكومه بتشتكي حكومه او في حكومه بتحاكم حكومه؟ الكلمه دي الموروثات الخاطئه دي مش دور وزاره الداخليه ان هي توضحها للناس؟ حضرتك برضو انا برجع تاني لثقافه الشعب. في ناس متفهمه ومتحضره ومتعلمه وعندها وعي اكيد واصلها المفهوم ده. وبعدين لازم نؤكد على حاجه مهمه جدا يا استاذ ايمن. الفتره ما بين يناير 2011 و 30/6 شهدت تحول ضخم جدا 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 في علاقه الشرطه بالمواطن. هنتكلم عليها، لكن انا عايز استغل وجود حضرتك يا سياده اللواء، معلش وقتنا ضيق شويه. انا عايز اقول لحضرتك، انا برضو عايز اوصل ما بين ايه العلاقه بين المأمور ورئيس المباحث. يعني المواطن لما يبقى في مشكله في الاسم، هل ممكن يلتجئ رئيس المباحث ويلتجئ المأمور احسن؟ هل الاسم مقسوم نصين مباحث ونظام، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ هو 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 المفهوم ده يمكن ايه برضه بيصل البسطاء من الناس. أيوة طبعا. يعني تمام. ولكن هو المأمور هو رئيس المكان طبعا. المأمور هو هو المسؤول الاول عن الامن العام، المسؤول الاول عن المنشاه وعن الاسم، هو من يكتب التقرير السري لرئيس المباحث، ودي حاجه مهمه جدا يمكن الناس مش فاهمها. ايوه. المأمور رئيس المباحث هو ضابط في الاسم ومعاون المباحث ضابط في الاسم. اذا كان لبعض الناس بيوصل لهم المفهوم، لان المباحث هي دائما من تتصدر في المشاجرات ومن تتصدر في الجنايات ومن تتصدر
في كذا، فهو اللي واصل للناس هذا المفهوم. انما التنظيم الداخلي داخل القسم والسلطات الامنيه ودليل العمل والتعليمات الوزاره والتاريخ الطويل المهني، لا المأمور طبعا مأمور. ويمكن الكلام ده في القاهره يبلغ شويه، ولكن في الاقاليم وفي اسكندريه وفي الدول وفي كل الصعيد لا طبعا، لا يمكن أنا كلمه اخلاء السبيل بدون المأمور. انا سياده اللواء عايز بس اوصل ان في مفاهيم كلنا عارفينها ومفاهيم خاطئه وبعض البسطاء بيتداولوها، ولكن احنا عايزين وزاره الداخليه والاعلام برضو، بوجه للاعلام والصحافه ان هم يغيروا بعض المفاهيم الخاطئه في علاقه المواطن بالشرطه. وبنشكرك يا ايمن بيه وشرفتنا والله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. نرجع للسياده اللي هو سيد سعد. كنا بنقول ان باعتبار حضرتك من ضباط الامن العام، في مشكله تنفيذ الاحكام بنواجهها كلنا. انا عايز اعرف في مجهودات كبيره وفي اداره تنفيذ الاحكام وفي في كل شيء، وفي الاكمنه وفي الاجهزه الجديده وفي التكنولوجيا المستخدمه في الاكمنه وبتاع، لكن للاسف الشديد في مشكله كبيره جدا في تنفيذ الاحكام رغم كل المجهودات اللي انا بشهدها وبؤمن بيها تماما. ليه تنفيذ الاحكام؟ تعرف عارف احنا وصلنا كم مليون؟ احنا 100 مليون. لما تيجي تحسب كميه الاحكام اللي موجوده اعداد رهيبه، اعداد ناس. ماشي، ما انا بقول لحضرتك واحده واحده بس. ماشي كم؟ استنى واحده واحده بس، ما انا واحده واحده بس. خد بالك انا النهارده في الاسم عندي احكام خاصه بالاسم بتاعي اللي هو الناس اللي موجوده فيا، اللي موجوده عندي ساكن في دايره الاسم بتاعي. وعندي احكام جايه لي من مديريات ثانيه من بره ثانيه او من اقسام مجاوره. الكميه كبيره جدا جدا جدا، واخد بال حضرتك؟ عشان انت النهارده بتنزل تجيب حكم، انت مش بتنزل كده على طول بتقوم جاي رايح لفلان بتروح تقول له تعالى تلاقيه، ما بتلاقوش، رحت له مره لقيته في الشغل، مره عزل، مره مش موجود، مره ده عنوانه مش مظبوط اللي موجود عندك. انا مش يعني اذا في مبررات. لا معلش، دي مش مبررات. لا يا سياده اللواء، لا 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 لا، انا دي ايمن بيه اسالك سؤال، اسالك سؤال. بتاعت حضرتك ممكن حضرتك لسه محتفظ ببطاقتك على عنوانك القديم ورحت مكان تاني جديد، يعني حضرتك بطاقتك طالعه من اسم الخليفه، حضرتك راسك انت في مدينه نصر وما غيرتش عنوانك لمدينه نصر، انا عندي الحكم بتاعك في الخليفه، بنزل الخليفه مره واثنين وثلاثه واربعه مش لاقي حضرتك. سياده اللواء انا بختلف مع حضرتك اولا على الكم، ثانيا على ان ضابط هنطلع فاصل دلوقتي نهدي الجو شويه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني. كان في مشاده بيني وبين سياده اللواء على تنفيذ الاحكام. سياده اللواء كان بيقول ان عشان حجم المواطنين كتروا فما بنقدرش ننفذ الاحكام، وبيقول ان ده عذر. لا انا ما قلتش كده، لا بص انا ما قلتش كده، انا بقول لحضرتك النهارده ضابط المباحث ده بينزل بيشوف المجهود اللي بيبذله قد ايه عشان ينفذ حكم او حكمين، لان بقول لحضرتك الغالبيه العظمى عناوينهم مش موجوده او عناوينهم بالسليمه او عناوينهم ناقصه، زائد انه اوقات كتيره مش متواجد. انا نازل النهارده بجيب ده النهارده في شغله، مسافر، ده عامل، ده صنايعي، ده راجل راح البلد. فاذا شوف المجهود ده، ضابط المباحث ده ما بينامش في اليوم 4 ساعات. طب انا عندي مستهلك. بس طب طيب خلاص ماشي، انا عندي الحل. انا عايز اعرف ليه اداره تنفيذ الاحكام مرتبطه بالمباحث؟ يعني المباحث ناقصه شغل، ده المباحث فيها اللي مكفيها، ده كفايه يعني شغل البحث ومكافحه الجريمه وجري ورا تجار المخدرات وجمع المعلومات. انتوا ازاي برضو يعني، انا مش متخصص، انا راجل مواطن عادي في الشارع ما اعرفش حاجه، ليه تنفيذ الاحكام رابطينه بالمباحث؟ ما هو على اساس ان هو زي ما قلت لحضرتك كده يا ايمن بيه، هو الراجل النهارده عشان ينزل يجيب معلومه، ما النهارده انت بص واحد هو تنفيذ الاحكام محتاج معلومه؟ طبعا مش النهارده، انا الراجل ده عليه سنه، عليه 10 سنين، عليه اعدام، عليه مؤبد، انت متخيل ان هنزل اجيبه بسهوله؟ لا طبعا. ما انا لازم بنزل اعمل تحريات. طب ايه المشكله؟ وشوف خط سيره عشان اقدر اوصل له. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله واحنا بندي اقتراح لوزاره الداخليه من مواطن، ليه ما يبقاش في الاسم متقسم 3 اقسام؟ مباحث ونظام وتنفيذ احكام، تبقى اداره لوحديها، ولو اداره تنفيذ الاحكام محتاجه معلومه تستعين بالمباحث،
انا 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 بأشفق على رجال المباحث من المجهود الرهيب اللي بيعملوه، ان الضابط بينزل انت عارف بيعمل ايه، بيشتغل قد ايه، انا مش بدافع عنه بس ده واقع احنا عايشينه، وبيكافح في جمع المعلومة وبيكافح في استقطاب بعض المجرمين عشان يكونوا يوجهوا له معلومة معينة او يمنحهم من ارتكاب جريمة معينة. وانا عارف ان الشرطة دورها الاساسي ان هي تكافح الجريمة قبل وقوعها. للأسف الشديد انا شايف ان حجم المهام الموكلة للمباحث كتيرة قوي، فعايز بس ان انا اخد منها تنفيذ الاحكام. هو اصلا بص يا ايمن بيه، هو اصلا القصه كلها كمان مش مجرد تنفيذ الاحكام وبس. النهارده الضابط زي ما بقول لحضرتك كده، اقل ضابط في وزاره الداخليه بيشتغل 12 ساعه صافي في شغله، لو بيروح نبطشيه بيشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل. احنا هنسمع انسى بقى حضرتك مش هيصحى الساعه 8 يبقى بقيت، هيصحى الساعه 6 ونص 7 عشان يوصل 8، مش هيمشي الساعه 8. احنا هنسمع مواطن معانا، اتصال من مواطن اتصل وعايز يقول رأيه. مين معانا؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، عرفنا بحضرتك. رأفت صديق الجولة يا فندم معاك. اهلا وسهلا يا فندم، منين يا استاذ؟ صحتك ايمن بيه. منين حضرتك يا استاذ؟ من القاهرة؟ أنا من القاهرة. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. من عزبة النكل، وتمسك على سيادة اللواء سيد سعد. اهلا وسهلا بيك. سيادة اللواء تمسك على حضرتك. اهلا بيك. أنا عاوز أسأل سؤال بس. اتفضل. عاوز أسأل سؤال. اتفضل حضرتك. بالنسبة لقانون الإجرام والبلطجة ما بيتنفذش ليه؟ لا بيتنفذ. ما بيتنفذش ليه؟ بعض المناطق وبالنسبة للأحياء الشعبية. قصدي سيادة اللواء قانون البلطجة ما بيتفعلش ليه يعني؟ لا مفعل، لا مفعل، وفي بس ما بس أنت في برضك لازم تبقى عندك وجهة نظر. أنا النهاردة مدينة نصر، مصر الجديدة، قصر النيل، يختلف تماما عن مطرية، عن شمس، مرج، سلام. العدد السكاني اللي موجود هناك، عدد لو مسجلين الخطر أو عدد زي ما أنت بتقول كده، هتلاقيه في المناطق دي متواجد أكتر، لكن الشرطة متواجدة، الشرطة متواجدة. وبعدين برضك ما تنساش إن الظروف اللي إحنا بنمر بيها ديت والضغط اللي على الشرطة في كل حاجة ده انت حاسس انه مفيش، لا لان هو الضابط المباحث ورئيس المباحث مكلف ان هو بيجي اخر الشهر بيعرض مجهوده، لازم مجهوده في كل المجالات اللي عملها، سواء في ضبط مخدرات، عنده قضيه قتل، عنده مسجلين، عنده التموين، عنده كل الكلام ده، بيعمل تقرير شعري بيتعرض على قياداته في مباحث المديريه اللي في ضبط. ما هو ده ده يتفق اتفاق ضمني من الكلام اللي انا بقوله لسعادتك. انا بشكر سياده المواطن الاستاذ رأفت، بيتفق معايا ان المهام الموكله لرجال المباحث فوق طاقتهم. احنا عايزين يعني تنسيق، انا مش راجل شرطه، انا بطلب كمواطن ان بعض المهام توكل لقطاع اخر يكون موجود برضه في الاسم تنفيذ الاحكام. ما هو انت عارف حضرتك دلوقتي، كان زمان ايام انا كان رئيس مباحث ومعاهم مباحث بس في الاسم، دلوقتي في اربع معاونين رئيس دلوقتي مباحث. في اربعه وخمسه، في اسام زي مصر الجديده ومدينه نصر، فيها 11 وفيها 12، وقليلين برضه على المجهود الموجود. طيب الموجود في يعني اذا الوزاره مش متاخره، الوزاره مش متاخره. لا انا عايز معاون الاسم اللي متوكل ليه تنفيذ الاحكام يبقى لي مكتب مستقل شغله بس تنفيذ الاحكام، ويكون رجالته بس لتنفيذ الاحكام. كويس، ده هيأثر كتير في الاقتصاد وهيدي احساس للمواطن بالامان وان حقوقه بترجع له. ده مجرد اقتراح. كلامك مظبوط. هل ده اقتراح يمكن يتعمل؟ ممكن يتعمل. ايوه، ما هو معمول لان في عندنا تنفيذ احكام في كل اسم. أيوة. كل اسم فيه تنفيذ احكام وملوكيه. المعاون اللي ماسك الأحكام. المعاون، في معاون ماسك تنفيذ الاحكام. يا فندم حضرتك معاون تنفيذ الاحكام وبلوكامين تنفيذ الاحكام ورجال تنفيذ الاحكام بينزلوا برضه في فض المشاجرات، وبينزلوا برضه في شغل المباحث، وهم برضه افراد مباحث. صح. فاحنا ليه نرهقهم اكتر؟ وديك شفت حضرتك بتقول ان يعني مهمه تنفيذ الاحكام هي مهمه شاقه جدا تحتاج للتفرغ. ليه ما نكونش الاداره دي لوحدها في الاسم؟ وده ردع، يعني انت بتتكلم مظبوط، ده ردع، لان النهارده حضرتك
اما ليك على اي واحد حكم وبتجيبه وبينفذ الحكم ده، ما انت فعلا كده بتخلي المواطن العادي بيقول لك لا ده جاء واتحبس، لا ده انا مش هعمل كده، ده انا حابب عنك. هو فعلا ردع، بس زي ما بقول لحضرتك ما فيش حاجه الا لازم يكون فيها معوقات او فيها مشاكل او فيها ضغط او فيها مجهود، لكن اقتراح كويس يتنفذ. طيب بنناشد الوزاره انها تخصص الضابط، يبقى ما يطلعش خدمات خالص ويبقى قاعد لتنفيذ الاحكام. طيب. فكره كويسه وفكره جميله والوزاره هترحب بيها. باعتبار ان انا برضو محامي، انا عايز اسالك سؤال برضو مهم جدا. في توتر بين العلاقه بين المحامين وبين الضباط. انا كمحامي هتكلم عن نفسي، بقول ان في الخطأ مشترك، المحامي بيخطا والضابط بيخطا وكده. ليه العلاقه متوتره بين المحامي وبين الشرطه رغم ان في عقلاء كثيرين يعني، وبنسمعنا بعض المشاكل وبعض الحاجات، ولسه حادثه محامي المنصوره والمحامي وقبل كده في الحدائق وفي حاجات في اماكن كتيره. ليه مع ان احنا بنكمل بعض؟ انا لما كانت الشرطه مش موجوده في احداث 2011، انا وكل المحامين عرفنا قيمه الشرطه، ما لقيناش امن وما لقيناش فلوس في جيبنا نصرف على عيالنا، لان شغله المحامي مرتبطه بالشرطه. تمام. فانا عارف ان ضابط الشرطه مهم جدا بالنسبه لي. ليه العلاقه متوتره وليه ضابط الشرطه برضه علاقته بالمحامي متوتره؟ لان برضه بيكملوا بعض يعني. هو بدايتها اصلا يعني عن تجربه شخصيه، يعني اي زميل محامي بيجي معهوش الموكل بتاعه او الراجل بتاعه جاي لوحده ما بيعملش مشكله، مفيش اي مشكله. ليه؟ لانه داخل معاه التوكيل، بيخش يعمل محضر، كل اللي بيطلبه بس ان هو بسرعه عشان وقته، وما تلاقيش اي مشكله طالما المحامي جاي لوحده ومعاه توكيل عن الراجل اللي هو موكله في القضيه. المشكله بتيجي لما بيكون جاي المحامي ومعاه الموكل. هنا بقى برضك مش هنقول كل المحامين ولا بنقول كل الضباط ولا لا طبعا، بيبقى هنا عايز المحامي يظهر قدراته، فبيقعد يطلب طلبات وحاجات معينه عشان الموكل بتاعه. جبت سيره المحامين معانا المستشار امير نصيف. مساء الخير يا معالي المستشار. مساء النور يا استاذ ايمن، وبحب امسي على الساده المشاهدين. بنمسي عليك يا فندم. استاذنا اللي هو سيد، شكرا. وده شخصيه موقره وشخصيه محترمه. اما بالنسبه للمشاكل اللي بين المحامين وبين، انا عايز اقول معلش يعني صغار ضباط الشرطه، انما الضباط الكبار ابتداء مثلا من رائد وانت طالع بتبقى النفسيه هديت. ايوه يا استاذ مشرف، كمل يا استاذ. ثواني بس. بيتكلم مظبوط. بيبقى الظابط خالص هادي. أيوة. وبرده يعني مش هنقدر نجيب اللوم كله على الشرطه وضباط الشرطه، برده في تاثير من بعض المحامين. ايوه يا استاذ مستشار، معاك. ايوه معايا مستشار مع حضرتك. ايوه انت قلت في تقصير مشترك، انا قلت الخطا مشترك. أيوة. بين الاثنين وبالذات بين صغار المحامين وصغار. أيوة. الضباط هتلاقي المشاكل بتتم بين ملازم تحت الاختبار بالاجماع او ملازم اول. تمام. مع القيد بجدول عام. او بيبقى ابتدائي جديد، دي هتبقى المشاكل. انما المحامي لما بيكبر يعني بياخد بعض من الحكمه والحنكه القانونيه ما بيقدر يتعايش طبعا، لان احنا وضباط الشرطه المفروض احنا واجهين للعداله، بنضم النيابه والقضاء مع المحامين. يبقى داخليه سلطه تنفيذيه، القضاء والمحامين السلطه القضائيه، احنا كلنا بنخدم حاجه كبيره اسمها مصر. يا سياده المستشار. ايوه انا حضرت مع حضرتك واقعه احب احكيها على الملا. اتفضل يا فندم. سياده المستشار امير نصيف هو محامي قبطي، طلب مني من نفس الدايره اللي انا بنتمي ليها، دايره الزاويه الحمراء اللي بتشرف بيها وبتشرف ان انا واحد منها. سياده المستشار طلب مني ان احنا نروح نزور القسم. فاكر يا سياده المستشار؟ طبعا. وكان جايب طبعا هدايا للقسم، باعتبار سياده المستشار امير نصيف هو محامي قبطي وناشط قبطي ومن اشد الناس اللي بيهتموا بالشان القبطي. ما طلعت الاسم قرب رمضان، عملت ايه يا سياده المستشار؟ جبنا مصاحف لكل زمايلنا واخواتنا ضباط الشرطه والامناء والسيد المعمور
استاذ رئيس المباحث الى ذاك والمعاونين، لان ده المفروض ان احنا بنتعاون على البر والتقوى. وبرضه هم في محامي طبي بيوزع مصاحف على اخواته في اسم الزاويه بمناسبه شهر رمضان، وكنت انا بتشرف بكون معاه، ولو كنت شفته لحظه الحب ولحظه السعاده، وان احنا بنقول الكلام دوت عشان خاطر دعاوي الفتنه والناس اللي بتحاول تعمل وقيعه ما بين فئات الشعب وبعضها. ادي اهو مثال جميل سياده المستشار امين نصيف القبطي بيوسع مصاحبه. اتفضل. عايز اقول لمعاليك على حاجه برضو. اتفضل يعني يا سياده المستشار. الفضل في الكلام دوت بيرجع اولا واخيرا لابويا واخويا الكبير اللي هو سيد سعد، لان هو اللي علمنا يعني ايه ضابط شرطه، وعلمنا يعني ايه محامي، ويعني ايه نتعاون مع بعض على البر والتقوى. سياده المستشار يعني امير نصيب بيقول رساله لكل ضابط، لما تعمل الخير وتوصله للمواطن او توصله لزميلك او للمحامي، الخير ده مش بس بيرجع لك، ده بيعم كمان على نفسيه المتلقي، وكمان بيوصل لكل الناس اللي حواليك. سياده المستشار عايزين تقول لسياده اللواء سيد سعد موقف انساني من ضابط شرطه لحضرتك انت عاصرته. يا كتير كتير كتير، يعني انا مثلا يعني كنا مثلا في شهر رمضان اللي قبل اللي فات كنت معزوم على الفطار عند الاستاذ ايمن، ونزلنا اتمشينا وجي وصلني لحد العربيه، فوجئنا ان في راجل شكله مبهدل والكلام ده، فلقينا قوه برئاسه ضابط شرطه نازلين. انا قلت مثلا الضابط ده ممكن يضرب وممكن ياخده يركبه، فوجئنا ان الضابط بيطلع مبلغ من المال بيحطه في جيب الراجل وبيطبطب عليه. احنا بالموقف الجميل ده يا سياده المستشار احنا بنشكرك جدا عشان وقتنا ضيق جدا، وبنشكرك واهو مثال رائع لمحامي وضابط شرطه. شكراً. ونشكركم جميعا. شكرا يا سياده اللواء. سواء كنا محامين او شرطه وكده. سياده اللواء كنا بنقول برضو على مشكله تنفيذ الاحكام، في تشابه الاسماء برضو مشكله. بس مشكلة. حاليا بامانه يعني موضوع اتحل كتير مع التكنولوجيا، اتحل كتير لان الوقت الرقم القومي حل كتير، العنوان حل كتير، اسم الام حل كتير. لا الوقت حاليا يعتبر ان احنا يعني احسن بكتير من ايامنا، ما كانش لسه طبعا الكمبيوتر والاجهزه الحديثه دي، لا حلت مشاكل كتيرك فعلا، انك انت سهل جدا انك تقول القضيه دي غير خاصه بيا. احنا كنا عايزين نتكلم، يا ريت زمايلي في الاعداد يتصلوا بحد، لان احنا برضو عايزين نخش في واقعة مهمه جدا، هي واقعة الاحداث الامريكيه والشرطه الامريكيه والناس اللي بتحجج بحقوق الانسان، ظهروا على حقيقتهم. ايه راي حضرتك في حقوق الانسان الامريكيه والشرطه الامريكيه والتحجج بحقوق الانسان؟ انا اولا ضد العنف طول عمري، مش عشان الوقت حاليا، لا طول عمري ما بحبش العنف، لان انا عندي وسائل القانونيه اللي القانون ادالي. انا النهارده اما اعمل محضر كامل متكامل فيه كل البيانات، في كل الأسئلة، في المعاينة، في كل الأدلة، وابعته النيابة، النيابة هتاخد الراجل ده حكم حبس أو هتديله كفالة، بعد كده قضية، واخد بالك؟ أنا ليه أستخدم العنف؟ بتعلموا ضباط الشرطة زي ما الموروثات الموجودة الشعبية بتقول، بتعلموهم التعامل بعنف وبأسلوب غير لائق مع المتهمين لانتزاع اعترافات منهم؟ هقول له العنف ده هيرجع لك، يعني أنا النهاردة ما أبقى عنيف مع أي حد. وقدر الله توفى. هل بتعلموهم الكلام ده؟ ازاي؟ ما هو لو الراجل ده انت محاضر في كليه الشرطه. ايوه انا النهارده لما اقول له العنف، لو انا بعلمه العنف، طب الراجل ده خبط واحد توفى رحمه الله تعالى، ما هروح النيابه. طيب. لكن انا بعلمه احنا ازاي يتعامل كويس مع المواطن. احنا نقطه ثانيه بدون بساطه كلام حضرتك، فن الاستجواب والمناقشه. احنا معانا بس السياده اللي هو مجدي الشاهد، وقتنا ضيق جدا. طيب. معانا السياده اللي هو مجدي الشاهد. اهلا وسهلا سياده اللواء. سيادتك ايمن بيه، واهلا بضيفك الكريم سياده اللواء سعد. شكرا. واهلا بيكم وجميع الساده المشاهدين. كنا بنتكلم ولازم حضرتك يعني تدلو بدلوك العظيم في هذا المجال عن حقوق الانسان والمتشدقين بحقوق الانسان، وبيتهموا الشرطه المصريه ان هي عنيفه، وظهرت الشرطه الامريكيه على حقيقتها قدام العالم كله.
عايز تعليق حضرتك على ذلك. ومعلش احنا وقتنا ضيق جدا يا سياده اللواء، اتفضل. الحقيقه انا سميتهم من ثوره التخريب العربي باصحاب وتكات حقوق الانسان، لان مفيش حقوق انسان نص عليه في الـ في الـ في الـ العالمي في حقوق الانسان العالمي الا ما نص بقيد بعد اقرار الحق. الماده اللي تالي اقرار الحق بقيد قيود، مفيش حاجه اسمها بدون قيود. وسمعت في الحديث سيادتك بتتكلم مع سياده اللواء عن العنف. ايوه اتعلم العنف في الكليه. هتعلم العنف امتى؟ عشان لما اتعامل عنيف من جماعات ارهابيه لابد ان انا اكون العنف ده مشروع. انا بتكلم على المتهمين او تعامل الشرطه في القبض على المتهمين بعنف. هل انتوا بتعلموا الناس الطلبه في كليه الشرطه العنف كما ورد في موروثات الشعب او الناس البسطاء عارفين كده؟ هل ده صح؟ هذا الكلام طبعا غير حقيقي اطلاقا. وكنت صاحب المطالبه بانه لابد ان تكون هناك شرطه مجتمعيه من اجل التواصل الفعال مع الجمهور. ولكن سيادتك راجل قانوني، القبض معناه ان انا اكتف الشخص عنوه. عنوه امتى؟ لما يكون عنيف معايا، لما يرفع السلاح في وجهي. مطلوب مني ايه؟ لا طبعا الدفاع الشرعي، الدفاع الشرعي والعنف، ولكن متاح لسعادتك المواقف المعتاده. لا انا مش بنتكلم على ده يا سياده اللواء، احنا بنتكلم على المواطن المصري الغلبان اللي بيقول ان المتهمين بينتزع منهم الاعترافات بالتعذيب. هل الكلام ده حقيقي؟ بكلم سيادتك انا واخد بالي، لكن بكلم سيادتك في انه اذا اتعلمت العنف بتعلمه كتدريب من اجل مواجهه العنف وليس مواجهه البشر. ده العنف المشروع. المواطن اللي يكون احترام، والمواطن هو حلقه، هو اساس المعلومه اللي بتمدني واساس شغلي وبدايه عملي اللي ببني عليها كل معطياتي. وباقر تماما في اساتذه في كليه الشرطه وفي كل التخصصات الشرطيه دكتوراه في حقوق الانسان، وانا اللي طلبت بتغيير المجلس القومي لحقوق الانسان وان يكون هناك ضباط شرطه عشان يردوا قانوني مظبوط، وانا اللي طلبت ان لابد من يكون عضو مجلس الشعب في لجنه حقوق الانسان ضابط. زي ما انت سيادتك شفت ابتدوا بيردوا على الارهابيين اللي في الخارج بدل ما بنأيدهم، ابتدى مجلس ان هو بيرد لجنه حقوق الانسان رد قانوني، ابتدى المجلس الاعلى يكون فيه ردود قانونيه ويقوم بدوره، لان الشرطه تدرس حقوق الانسان وتعلم جيدا كيف تمارس مع الجمهور حقوق الانسان الى اقصى درجات. انا عايز اسالك سؤال مباشر سياده اللواء، وانت حضرتك دايما كده يعني دايما تلعبني يعني، هو انت حضرتك يعني لازم يعني كل حلقه نعمل مشكله مع بعضينا يا سياده اللواء؟ انا بسال سعادتك، هل العنف الغير مشروع، مش العنف الدفاع عن الشرع، الدفاع الشرعي للضابط، هل العنف ممنهج في وزاره الداخليه؟ لا. هل بيدرس وزاره الداخليه؟ انا بسالك سؤال مباشر حضرتك جاوبني عليه. طبعا جميع التعليمات ابتداء من السيد وزير الداخليه نديله طبعا كل التحية والاحترام لسيد وزير الداخلية، وتحياتي لسيد وزير الداخلية. كله بيؤكد على حسن التعامل مع الجمهور، وفي جهاز تفتيش في وزارة الداخلية. امال المواطن مش حاسس ليه ان في حسن معاملة الجمهور؟ يعني المواطن البسيط كده مش حاسس، او الانطباع عنده مش حاسه ليه؟ وارد على سيادتك بقى. احنا الاتنين بيخش الاسم، واحد صاحب حق وواحد الحق ضده مش معاه. تمام. فاذا 50% من اللي داخلين هيبقى ضد الشرطة وعنده انطباع ان هو مع طرف من الطرفين، يبقى انا فقدت من حب الناس 50%. ال 50% اللي معايا اللي بيعتقدوا ان انا معاهم برضه طرف تاني في احنا لازم يكون لينا احنا لازم يكون لينا حلقة كبيرة مع سيادتك يا سيادة اللواء، حلقة مفصلة. احنا بنشكرك جدا بيك. والله وقتنا ضيق. اهلا بيك. واحنا بنحاول نوصل بيك من بدري يعني للاسف يعني. أهلا بيك. احنا عايزين نسمع من بنشكر سيادة اللواء مجدي الشاهد كل الشكر والتعظيم والتقدير لكل رجال الداخلية، وبنسمع كلمة أخيرة من حضرتك سيادة اللواء. كلمة بس، كلمة وقعة صغيرة كده في حسن معاملة المواطنين. واخد بالك؟ مواطن عادي كان اتنشل ونشل محفظته وفيها مبلغ مالي، فدخل لضابط المباحث، ضابط المباحث فعلا عمل له المحضر وقال له تعالى بكرة اعمل لك البطاقة وراه الصور وبتاع. بعد فترة زمنية الراجل
راح لضابط المباحث وقال له أنا في الشقة عندي طالع منها ريحة مخدرات غريبة، فقال له بتشرب؟ قال له لا، زي ما يكون حشيش نفسه. نزل الضابط ده وخد بالك وجاب أكبر قضية مخدرات على مستوى المديريات، مش الإدارة عمل مكافحة المخدرات. يبقى من حسن معاملة المواطن. يبقى الكلمة، كلمة السر في الحلقة دي لضابط الشرطة، حسن تعاملك مع المواطن هيساعدك في حفظ الامن ويساعدك في الترقيه. طبعا بتحب الترقيات؟ طبعا. لا طبعا طبعا. في النهايه احنا بناكد تضامننا مع كل رجال الشرطه، اخواتنا وحبايبنا. وضابط الشرطه ده ممكن يكون اخوك او جارك او صديقك. ضابط الشرطه هو جزء من نبت هذا الوطن. احنا كلنا بنحيي ضباط الشرطه، وكان حلقتنا النهارده من اجل ان احنا نصحح مفاهيم مغلوطه عند الناس. وبنجدد العهد مننا سنكون جنود في خدمة هذا الوطن تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ادانا القدوة في الفداء والعطاء. نتمنى نكون حلقتنا كانت خفيفة على قلوبكم، ونتمنى نكون وصلنا لكم معلومة، وبنوعدكم ان مش دي تكون الحلقة الأخيرة. هنستمر في هذا الملف علاقة الشرطة، لان مفيش بلد من غير أمن. الأمن هو صمام وعماد أي بلد وأي اقتصاد. احنا بنشكره جدا، ونتمنى نكون وصلنا لكم جزء من المعلومه. بنوعدكم ان احنا هنناقش الموضوع دوت، وهيكون معانا السيد اللي هو مجدي الشاهد والسيد اللي هو سيد باذن الله في حلقه قريبه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.